بعد ما حكينا عن الترانزيت ريسبونس فيسيكيشن، الجزء الاخر هو بعد ما خلص الترانزيت ريسبونس ايش راح انتهي فيه؟ صار عندي ستيدي ستيت، ممكن يكون عندي ستيدي ستيت ايرور، يعني في عندي ايرور ما بين الانبوت والاوتبوت وراح يضل هذا الايرور للابد. مين بيساعدني باني اطلع ستيدي ستيت ايرور؟ ايش في ثيورم بتساعدني؟ الفاينل فاليو ثيورم، تتذكروا الفاينل فاليو ثيورم لانها بتعطيني الليمت لفانكشن اوف تايم اس تي ابروتشز انفينيتي، شو كانت تساوي؟ راجع هون limit of f of t as t approaches infinity df of infinity تساوي limit as s approaches zero s f of s. هاي ايش اسمها؟ final value theorem. final value theorem راح تساعدنا لانه بامكاننا هلا نعمل steady state error هو عباره عن ايش؟ e of t راح نعرفه بانه هو x of t الانبوت minus y of t. الستيدي ستيت ايرور راح تكون هي عباره عن e to the infinity او limit ل e of t as t approaches infinity، وهي شو تساوي؟ limit of s as s approaches of s e of s. اذا رح نستعمل الفاينل فاليو ثيورم، عرفنا احنا كاصطلاح عرفنا انه الانبوت ماينس الانبوت هو الايرور. اذا احنا لو عندي سيستم هون والسيستم هذا f of s والانبوت انا اعتبرتها x of t او x of s في الاس دومين والاوتبوت هو y of t في التايم دومين او y of s في الفريكونسي دومين، راح اعرف الايرور e of s بتساوي x of s minus y of s او e of t بتساوي x of t minus y of t. واضح الكل؟ وانا هدفي بالسيستم باي سيستم سبيسيفيكيشن بدي الايرور يكون ستيدي ستيت ايرور يكون زيرو او انه ما يزيدش عن حد معين، يعني سبيسيفيكيشن راح تقول لي انه الايرور ما بصير يزيد عن 1% ستيدي ستيت ايرور، هذا مش السيتلينج تايم، ستيدي ستيت ايرور انه في النهايه بدي هذا الفاليو يوصل الفاليو النهائي وينطبق عليه. خلينا ناخذ مثال عليه. هلا f of s بتساوي 1 على 3s plus 1. هي ترانسفير فانكشن. راح احط هاي ترانسفير فانكشن الان في كلوز لوب. راح اخذ هون 1 على 3s زائد 1. راح احط k كنترولر هون مقدارها 4. ايش هاي الكنترولر هون؟ بروبورشن لاني بس ضربت في فاليو مصري كونستنت. وراح اعتبر السنسر عندي كمان h of s بيساوي 1. راح اسكر هذه اللوب من هون نيجاتيف فيدباك. هي صار عندي سيستم جديد. نعرف نطلع الترانسفير فانكشن تبعت هذا السيستم الجديد اللي مسكر. نعرف ايش كانت؟ كانت g of s على 1 زائد g of s h of s. h of s قديش هون؟ 1. انا بس حطيتها خط. اذا راح تصير عندي راح اسميها f sub c. ايش ال c؟ كلوز لوب، يعني بس انها مش السيستم الاصلي. راح تكون عباره عن جي او اس. ايش جي او اس صارت؟ 4 على 3 اس بلس 1. 4 على 3 اس بلس 1 على 1 زائد هذا اللي هو 4 على 3 اس بلس 1. فيش جي او اس لانها 1. بضرب البسط المقام في 3 اس بلس 1 ايش راح يصير عندي؟ 4 على 3 اس بلس 1 بلس 4 راح تعطيني بلس 1. هاي صارت الترانسفير فانكشن الجديده تبعت هذا السيستم. شوفوا هلا ايش السؤال، لو انا دخلت الان على هذا السيستم ستيب فانكشن قديش ستيدي ستيت ايرور؟ يعني عم نسال السؤال التالي. هي دخلت ستيب فانكشن على هذا السيستم، لو فرضنا الريسبونس هو في الاحمر، السيستم على فكره راح يعمل ريسبوندينج زي هيك. راح يضل عندي هون في ستيدي ستيت ايرور، قديش قيمه هذا ستيدي ستيت ايرور؟ هذا اللي بنساله. وهذا مهم لاداء السيستم، مهم اني اعرفه لاداء هذا السيستم. شوفوا شو راح نعمل الان، راح نطلع فورمولا ل اي اوف اس، عشان بعدين ايش اعمل؟ اذا طلعت اي اوف اس بضربها في اس وبعوض في اس بتساوي زيرو. طيب خلينا نشوف هلا عندي واي اوف اس شو بتساوي؟ لاي سيستم؟ بدها تساوي اكس اوف اس، يعني افترض هلا هون عندي هذا اكس اوف اس وهذا هون واي اوف اس. اي اوف اس شو بتساوي؟ اكس اوف اس ماينس واي اوف اس، اذا اي of s بتساوي x of s minus y of s. x of s شو بتساوي؟ ايش هي x of s في الحاله هاي في التايم دومين؟ ستيب فانكشن. ستيب فانكشن شو لابلاس ترانسفورم تبعها؟ 1 على s، اذا هاي بتساوي 1 على s ناقص
واي اوف اس الاوتبوت شو بيساوي؟ بيساوي الانبوت مضروب في الترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن ايش هي؟ هيها هاي تبعت الكلوز سيستم. اذا هاي راح تكون عباره عن ماينس 1 1 على اس مضروب في الترانسفير فانكشن اللي هي 4 على 3 اس زائد 5 وتساوي 1 على اس ناقص 4 فوق وعندي هون اس 3 اس بلس 5. كيف بدي اجمع هدول؟ شو بعمل؟ بطلع باخذ عامل مشترك، مش هيك؟ ايش العامل المشترك بين هاد وهاد؟ هيو هي العامل المشترك، هذا عامل مشترك للتنين لانه بنقسم على التنين، فبصير عندي اس 3 اس بلس 5، هذه على اس شو بتعطيني؟ 3 اس بلس 5 ماينس 4. 3 اس بلس 5 ماينس 4 شو بتعطيني؟ 3 اس بلس 1، وتحت بضل عندي 3 اس بلس 5. هذه عبارة عن اكسبريشن لمين؟ لاي اوف اس. انا ايش بدي الاقي؟ بدي الاقي ستيدي ستيت ايرور. اذا بستعمل الفاينل فاليو ثيوري، ستيدي ستيت ايرور شو بيساوي؟ ليميت از اس ابروتش زيرو اوف اس اي اوف اس. اذا هاي راح تكون عبارة عن الليميت از اس ابروتش تو زيرو، بدي اضرب هذه في اس، اذا هاي بتصير اس 3s plus 1 على s 3s plus 5. شو بيصير بالاس والاس هون؟ بيشتغلوا بعض. عوض في المقام s 0 شو بضل عندي في المقام؟ 1. عوض s 0 في البسط شو بضل عندي؟ 5. هذا السيستم حتى بعد فتره طويله جدا لو ما استنى ليش بضل في فرق ما بين الانبوت والاوتبوت؟ بوينت 2. هذا مشكله، هذا ستيدي ستيت ايرور مشكله. يعني رغم انه السيستم استجاب وجاوب معي وارتفع الاوتبوت بس ضل في فرق ما بين الانبوت والاوتبوت مقداره حوالي 20%، هذا مشكله. كيف ممكن اخففه على فكره هون بس كسؤال هيك بس بالكنترول؟ كيف ايش بغير؟ بالكي ايش بعمل بقيمه الكي؟ برفعها. تمام، هذه الكي اذا زدتها من هون راح يبدا ينزل معي ستيدي ستيت ايرور. لاحظ لو ترفعها هلا هي 4 على 5، لو رفعتها ل 5 بتصير 5 على 6 يعني 1 على 6 الايرور، ارفعها كمان بتصير 1 على 7 وهكذا. كل ما زدت كي من هون بصغر ستيدي ستيت ايرور. صحيح، بس هلا عندك انت مشكله.